بيقولوا تقريبا في زياره في السفاره. تقريبا في زياره في السفاره. اه طب الحق لم بسرعه جبرت. يلا انا يا اسطى. يلا يا ابني بحبك مش خساره فيك الفلوس. خرش على الحلاوة يا جدعان. بحبك عولة. فين صاحب المحل ده؟ أيوة الخريش فين؟ وبرنا ساعة الباشا ورق المحل السليم والله العظيم واللمبات موفرة. نسمع كلام حضراتكم وفر لنفسك. اه ولو في أي ريحة في المحل مش عاجبة حضرتك الواد ده بيضرب. أنا يا اسطى. أيوة اخرس. ما تخافش احنا جايين لحاجة تانية. أنت قفلت ولا لسه؟ يا فندم المقفول يتفتح لك. أهلا وسهلا أمرني. سيادتك شعر ولا دقن ولا تحب تسيبها ديرتي؟ لا مش انا اللي هحلق. ابن حضرتك. لا برضه مش ابني. الملك هو اللي هيحلق. الله الاستاذ محمد منير اهلا وسهلا. بس ده ما حلقش من السبعينات. ده عشان يحلق لازم نقفل بقى يومها بقى لان ما شاء الله شعره قد كده هيملى المحل. منير ايه يا اخينا؟ وانا بقول لك ملك الفرفشه؟ الملك ملك بيشتغل ملك اللي في السفاره اللي جنبكم رئيس بلد يا بني ادم. يا نهار ابيض وده اسمه ايه يا فندم؟ اسمه الملك رينجو. ده اللي جه بعد بيناتيل؟ لا مؤاخذة باشا. طب هو سيادته هيجي امتى؟ يجي امتى ايه؟ فخامته معانا في العربية بره. طب وسايبه ليه يا فندم؟ ما يتفضل ولا بسرعة عدة جديدة بالاستك. انا يا اسطى. ايوه انت نور. مش حافظ غيرها ولا ايه؟ لا سعد بيقول حاضر يا اسطى. بلاش حكاية عدة جديدة لحسن تعوره ولا حاجة. ممكن تقضيها فتلة بس عشان بشرته. نقضيها فتلة سعد باشا. مش هوصيك على فخامته. عايزك كده تبقى كويس معاه وتتعامل معاه كويس. الراجل ده دماغه متكلفه. تقعدش تاكل دماغه بقى وشغل الحلاقين ده والراغي ده. موضوعين ثلاثه تتكلم فيهم وخلاص. مش طبيعي يا فندم. خلاص حاضر. فخامته هيجي دلوقتي. اوعى تقصر رقبتي. اتفقنا؟ تحت امرك. شد حيلك. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل فخامتك. يا لهوي. اهلا سعد باشا. اهلا سعد باشا. تنكين قوي فتح. مش هوصيك. اه طبعا. لا خلي بالك منهم. علينا فندم. امانه. طبعا فندم. سلام. تحت امرك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سعاده الباشا. مرضى فندم. انا الاثنين سيادتك. حالا فندم. حالا نجهز لسيادتك حالا. اقل من خمس دقايق وسيادتك هتبقى المؤاخذة بكلمة على الكرسي دلوقتي حالا. حاضر فندم. ولا العده الجديده بسرعه على. انا هفتح. امال امك يا اخي زهقتني. بسرعه على. الوقت اللي بيشتغل معايا اسمه ناصر هو اللي بيشرب الكلام ده. انا يا اسطى. ايوه يا اخي شيل عني بقى ده مالك هتوديه للداهيه. مش انا يا اسطى. استاذنك معليك ما تقولش للجماعه اللي بره دول عشان هيودونا في داهيه. الله انت طلعت زبل. قشطه. حتى لما سيادتك دهيت مش هتلاقيها في بلدكم ولا بالشيء الفلاني ده انا هبسطك وبشيك من هنا مولون اخر راشي. وفعلا
ما سبتوش يومها غير لما انبسط مني على الاخر، وقال لي انت لازم تيجي معايا بلدي وتبقى الحلاق الخصوصي بتاعي. وما كدبتش خبر، ركبت الطيارة ورحت القصر بتاعه. السلام عليكم ست الكل. السلام بتاعكم كده لا مؤاخذة. نسلم باب اليد. السلام عليكم. لا طب ما خلاص بقى عشان الديسك. ازي حضرتك؟ لا خلاص على وضعك انت بقى. وانت ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ مش صغير انت على العسكرية يا قمر. ما تخافيش ما انت ايه ده؟ لا القصة دي بقى لو تجيبها كده فاهمة؟ ما تخافيش. هيام كوافير. لا مش كوافير هيام، كوافير هيام ده محل جنبي بس سك. انا بقولك هيام كوافير يعني انا كوافير. بحلق ليك انا بحلق ليك لا حلو سبوك دي تأليفي. نستنى بقى في البحلو. امشو تابع مين تنهون. لا مؤاخذة سبوك شوية شاوة كده تعالى بص. طب استاذن انا. ماشي كوان ني بوسي هن هاو دي كوان ني جن دي ميو داو دي كوان ني دو بو تين ني سو شيا رن دي يي جين شانغ سم دو جو سم. صلوا على النبي يا جماعه مش كده، ده انتوا اهل جين جي جان شان يو شانغ شي لاي جن دي دوي بو شي رن مين دوي بو شي غوا جيا. 可是你做的事都是坏事你听着当有一天你一定会后悔干你来再给你上来一杯 عين العقل عمك برضو لما شفت المنظر ده قدامي جسمي كله اتلخبط من التوتر اللي كنت فيه. لسه بدب المقص رحت واكل نص ودني. فجأة طلع عليا الحرس من كل مكان. أنا قلت خلاص هتقتل دلوقتي. وقتلوك؟ ايه ده؟ قتلوني بس انا واخد اذن احكي الحكايه وارجع تاني. قتلوني ازاي يا مدمازيل؟ يا ريتهم قتلوني. خدوني في مركب وفضلوا يمشوا كتير 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 في البحر عادي قبل ما تنطق، يمشوا بيا كتير لغايه ما ودوني السجن. ولما دخلت السجن عرفت ان كل اللي محبوس هنا هوت محبوسين مدى الحياه مؤبد. وعرفت كمان ان الملك رينجو حابس كل المجرمين الخطر والمعتقلين السياسيين والمعارضين له، وكان بيشغلهم في تصنيع المخدرات وكان بيبيعها لحسابه. عشان كده ما كانش حد يعرف ابدا من معارضيه حاجه عن السجن ده. وعرفت كمان انهم كانوا بيمارسوا مع المساجين كل انواع التعذيب. كل انواع التعذيب؟ كل انواع التعذيب غير اللي في دماغك القذره دي. طب والنبي سيب اللي في دماغي ده. حلو من فضلك. شويه وحصل انقلاب. اللي عملوا الانقلاب ده ناس مخلصين لعمه اللي اتقتل.
وقتلوا الملك رينجو وكل الحشية اللي تبعه وأي حد له صلة بيه من قريب أو بعيد. الخبر وصل لسفولاكي. من سفولاكي دوت؟ زعيم عصابات وأخطر راجل في البلد. هو كمان كان مسجون، لما سمع بالانقلاب هو كمان عمل انقلاب في السجن. كان يوم مطلع لهوش نهار لا يمكن أنساه. سفولاكي قتل كل الحراس، لا مش الحراس بس، ده كان بيقتل كل اللي ما يرضاش ينضم إليه. Enrico Bo! What are you doing? I will get fit!